السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية احنا درسنا اليوم راح نتحدث عن الجزء الأول من البروتينات. درس البروتينات درس طويل جدا بحاجة إلى أن نستوعبه. امسك كتابك بإيدك، افتح الصفحة رقم 15 وحضر الصفحة رقم 16. وقف الفيديو لمدة دقيقة واحدة، اقرأ قراءة عامة شو الموضوعات الموجودة في الصفحة رقم 15 وفي الصفحة رقم 16. إذا أنت أنهيت قراءتك استمر الآن بالفيديو. نبتدي أنا وياك. شو مفردات درسنا اليوم؟ مفردات الدرس مثل ما بتلاحظ أمامك هي المواصفات العامة في البروتينات في صفحة رقم 14، ما هي مكونات البروتينات في الصفحة رقم 14، بتنهي صفحة 14 بتروح على الصفحة 15، عدد الحموض الأمينية المتوقعة، بتروح على تصنيف الحموض الأمينية وعلى شرط أساسي وهو مكان التصنيف في صفحة رقم 15، المثال العملي في جسم الإنسان للتريبتوفان في صفحة رقم 15، وننهيها في آخر الدرس على أمثلة على وظائف البروتينات، وراح ندخل على موضوع جديد ما بعد وظائف البروتينات في الصفحة رقم 16. درست أنت صفحتين 14 و15، عندك معلومات من صف أول ثانوي على صفحة 16 بتراجعها مراجعة سريعة. وقف الفيديو، أشر على المصطلحات اللي أمامك في الكتاب مثل ما هي مذكورة، وبعدين كمل الفيديو. أنت الآن أوقفت الفيديو والمفروض أنك استفدت. خلينا هلأ نبتدي في دراسة منهجنا. افتح معي صفحة رقم 14. بسم الله. في صفحة رقم 14 شو بتلاحظ؟ بتلاحظ أمامك وجود مميزة رئيسية وأساسية، وهو ما هو مجموعة المركب العضوي اللي تدخل في صناعة البروتين. لاحظ معي، راح نلاحظ أن البروتينات يجب أن تتمتع بإيش؟ بوجود مجموعة الهيدروكسيل، بوجود مجموعة الكربوكسيل، بوجود مجموعة الأمين، وبتواجد لمجموعة الفوسفات. نحن بندقق في الأحماض الأمينية وهي المكون الرئيسي للبروتينات، بندقق على مين؟ على مجموعة الكربوكسيل وعلى مجموعة الأمين. فهمناها كيف؟ أعيد مرة ثانية، البروتينات مركب عضوي فيها أربع مجاميع رئيسية. شو هي المجاميع الرئيسية؟ الهيدروكسيل، الكربوكسيل، الأمين، الفوسفات. طيب، بيتم التدقيق في المكون الرئيسي اللي هي الأحماض الأمينية، اللي هي المكون الرئيسي لكل البروتينات، على مين من هذول الأربعة؟ بيدقق على الكربوكسيل وعلى مجموعة الأمين. إذا هذه صفة مميزة في مجموعة البروتينات. الآن بدي إياك نتعرف على ما هو تعريف البروتين عموما. لو أنا بدي أعطي تعريف، أول أشي لازم أعرف أنه معنى كلمة تعريف ممكن يكون فيها المكان موجود، ممكن يكون مكوناتها الكيميائية موجودة، ممكن يكون يشمل التعريف كذلك الأنواع إذا كان فيها أنواع. فالتعريف كلمة طويلة مش كلمة قصيرة، لهذا إحنا راح نبتدي هلأ نفصل في التعريف. كيف؟ البروتينات شو هي؟ عبارة عن إيش؟ البروتينات عبارة عن مجموعة من الحموض الأمينية. هذه الحموض الأمينية لازم تتجمع، فبتتجمع مع بعضها البعض عن طريق روابط تساهمية ببتيدية. بتقول لي أستاذ بالله دقيقة، أنا بعرف التساهمية من خلال درس السكريات، بس ما معنى كلمة الببتيدية؟ الببتيدية هذه هي عبارة عن تعاون ما بين مجموعة الكربوكسيل ومجموعة الأمين، ورح نتعرف عليها من خلال الأمثلة القادمة. نبتدي. بيقول لك في الكتاب تشترك الحموض الأمينية جميعها بمجموعة من المواصفات. شو هي المواصفات اللي أمامي؟ أولا يجب أن تمتلك مجموعة الكربوكسيل، بتأشر عندك، هذا رقم واحد. رقم اثنين وجود مجموعة الأمين، هذا رقم اثنين. سلسلة جانبية يرمز لها بالرمز R، هذه النقطة جدا مهمة. ليش؟ لأن كل أنواع الحموض الأمينية لا تستطيع أن تميز بينها إلا من خلال وجود السلسلة الجانبية، يعني ما فيهاش مجال هذه السالفة. هاي ركز معي، هاي هذه
هذه مجموعة الكربوكسيل كل الحموض الأمينية بتمتلكها، هذه مجموعة الأمين كل الحموض الأمينية بتمتلكها، لكن اللي بيميز بين كل أنواع الحموض الأمينية وجود مجموعة الآر اللي هي عبارة عن السلسلة الجانبية. تمام؟ نجي أنا وياك ونشوف هل في صفة أخرى، هل في موضوع آخر بدنا نتناوله في الصفحة رقم 14. بنكون إحنا هيك دخلنا على آخر شيء وهو المثال، المثال في الصفحة 14، شو هي الأمثلة العملية على الأحماض الأمينية مشان يوضح لك شو هي مجموعة الكربوكسيل، شو هي مجموعة الأمين، وشو الفرق بين الحموض الأمينية باستخدام السلسلة الجانبية الآر. نجي أنا وياك نطلع عليها، لاحظ معي، هي هذا الجلايسين من هان، شو اسم المجموعة؟ ردد معي، شو اسم المجموعة هذه؟ بالضبط كاربوكسيل. من هان شو اسم المجموعة هذه؟ أيوة جاوبني شو اسمها؟ بالضبط مجموعة الأمين. هذه هي السلسلة الجانبية الآر، هون فيها H واحد فقط، ذرة هيدروجين واحدة، هذا الجلايسين. روح على السيرين نفس الترتيب، من هان عندك الكاربوكسيل، ومن هان انت عندك الأمين، وهان في عندك مجموعة الآر. شفت الفرق ما بين الجلايسين والسيرين؟ شفت الفرق؟ هان ذرة هيدروجين واحدة، هان أكم من ذرة؟ بالضبط. شوف السيستين نفس الترتيب باختلاف عدد ذرات الهيدروجين، من هان مجموعة الكربوكسيل، من هان مجموعة الأمين، ومن هان ما نحن بنسميه إيش؟ مجموعة الآر الجانبية اللي ميزت بين ثلاث أنواع من الحموض الأمينية، الجلايسين والسيرين والسيستين. تمام؟ طيب في صفحة رقم 14 انتهى الدرس، بتحفظ، بتوقف الفيديو، بترجع مرة ثانية بتعيد الفيديو، بتمسك الكتاب معك وبتحفظ. إذا وقفت الفيديو هلا راح تستفيد كثير وتترسخ المادة براسك. الآن راح ننتقل على صفحة الجديدة بعد ما درست انت صفحة 14 وبينت أمامك شو هي الحموض الأمينية وانتهينا من المواصفات العامة. راح ننتقل على معلومة جدا مهمة في الصفحة رقم إيش؟ 15. شو المعلومة المهمة؟ بيحكي لك بأنه الحموض الأمينية إلها أكم من نوع، 20 نوع. هي قدامك 20 حامض أميني، وإحنا حكينا كيف نميز بين 20. هي كلها بتحتوي على الكربوكسيل وعلى الأمين، لكن احنا بنميز بايش؟ بمجموعة الار الجانبية اللي احنا حكينا عنها، صح؟ في صفحة 14. طيب الان تم تصنيف الحموض الامينية بناء على ايش؟ بناء على قدرة الجسم على التصنيع. بعضها بيتصنع داخل الجسم اوتوماتيك ما فيها مشكلة، وبعضها الانسان لازم يتناول مواد غذائية، صح؟ هي قدامك. يستطيع جسم الإنسان أن يصنع 11 حامضا أمينية من مجموعة 20. طب والتسعة يا أستاذي؟ التسعة هي يتم أكلها أو تناولها من خلال الغذاء. طب ماذا تسمى هذه مجموعة التسعة؟ تسمى الحموض الأمينية الأساسية، هي هذه اسمها في صفحة رقم 15. إذن بنعيدها مرة ثانية، الحموض الأمينية بناء على مكان التصنيع اتوجدت على منطقتين، منطقة داخل الجسم 11 نوع بيصنعها اوتوماتيكي ما في عنده مشكلة، وتسعة بتجي له من برا. ليش احنا بنتناول المواد الغذائية؟ مشان موضوع البروتين. اذا هذول التسعة سميت في منهاجنا باسم الحموض الامينية الاساسي. طيب قسمت بناء على خصائص الار الجانبية، نوع اخر من تصنيف الحموض الامينية، تمام، ولكنه على شرط اللي هي بتكون اما ان تكون محبة او ان تكون كارهة للمية، يعني يا اما بتتفاعل داخل المية يا اما ما بتتفاعل مع المية. اذا في اول هذه السطور السبعة اللي امامك شو بتلاحظ امامك؟ بتلاحظ انه كم نوع؟ ردد معي، كم نوع؟ بالضبط 20. طيب شو هو معنى كلمة الحموض الامينية الاساسية اللي هي هذه؟ شو هي؟ بالضبط اللي هي عبارة عن مواد غذائية بتتناولها، فبتدخل مع هذه المواد الغذائية. طب مجموعة الـ11
وين بتكون موجودة؟ بالضبط، تصنع داخل الجسم. طيب شو تصنيف الحموض الأمينية اعتمادا على الآر؟ هيو، اعتمادا على الآر إلى كم من نوع؟ بالضبط، محبة وكاره. تمام، ننتقل على مثال تطبيقي حي على هذا الكلام اللي احنا حكيناه كله، اللي هو التريبتوفان. شو هو التريبتوفان؟ بديك تركز معي. التريبتوفان مهم لجسم الإنسان. ليش؟ لأنه يعتبر من الحموض الأمينية الأساسية. شو هي الأساسية؟ يعني بيصنعها الجسم جواته ولا بيتناولها كغذاء؟ بالضبط، بيتناولها كغذاء. بيقول لك هذا يا سيدي، هذا الحامض الأميني يدخل في صناعة الناقل العصبي الهرموني، الناقل العصبي الهرموني اللي اسمه السيروتينين. انت بتعرف الجهاز العصبي في صف أول ثانوي، مشان ينقل إيعاز عصبي انت بتحس بحرارة، بتحس بهواء، بتسمع، بتشوف بعينك، كل هذه أمثلة على الجهاز العصبي. مين اللي بينقلها؟ هو التريبتوفان، بيصنع مادة اسمها سيروتينين، والسيروتينين هي اللي بتنقل الإيعاز العصبي وبنفس الوقت بتساعد على الارتخاء والسعادة. هذا مثال تطبيقي موجود في صناعة داخل الجهاز العصبي في داخل جسم الإنسان. تأثيره حتى وصل عند الأطفال. كيف؟ بيقول لك إنه حليب الأطفال الرضع يحتوي على هذا الحامض الأميني مشان يساعدهم على الراحة والنوم بهدوء. إذن يجب كمثال تطبيقي موجود في داخل جسم الإنسان، تمام، وتحديدا في الجهاز العصبي اسمها السيروتينين، وموجود حتى في مراحل الأولى من نمو الإنسان اللي هو إحنا إيش بنسميها؟ بالضبط، في حليب الرضع اللي بتساعد على النوم والخلود للراحة. طيب بعد ما انهينا درسنا في الصفحة رقم 15، بدي اياك توقف الفيديو بتعيد صفحة 14 مرة ثانية وصفحة 15 بعد ما تكون حفظتها وانهيتها. تمام، رح ننتقل على الجزء الاخير من الجزء الاول من البروتينات، بتفتح لي صفحة رقم، ايوه بالضبط بالضبط 16. الان نجي على الامثلة. لاحظ معي، شايف هاي الرسمات اللي امامك؟ رسمة حلوة صح؟ والوانها حلوة. بدي اياك تدقق معي. اول وظيفة للبروتينات في جسم الانسان نقل الدم. يعني الدم نفسه هو من يمشي داخل الجهاز اللي هو جهاز الدوران، تمام، هو عبارة عن سيارة انت بتحملها اغراض. بتحملها ايش؟ بتحملها يا اما اكسجين، يا اما ثاني اكسيد الكربون، يا اما بتحملها بالغذاء، يا اما بتحملها بالفضلات اذا كانت اشي طالع من الخلية بده يخلص منها، صح؟ ها بيقول لك مثال بسيط على الغازات. مثلا لاحظ انه الهيموغلوبين اللي هو من مكونات الدم الرئيسية بينقل الغازات. مثال اخر على وظيفة من وظائف الخلايا جميعا، مثالها الانزيمات. هذه الانزيمات بتساعد على عملية تحول المواد معقدة التركيب الى مواد سهلة التركيب. طب هذا اي جهاز في جسم الانسان تدرسه في الاول ثانوي؟ بالضبط، الجهاز الهضمي. نعم، بيحول الكربوهيدرات المعقدة الى ايش؟ الى سكريات بسيطة باستخدام الانزيمات الهاضمة. طب اعطيني مثال اخر، مثال اللي هو الجسم المضاد. هذا المصطلح انت وين دارسه في الاول ثانوي؟ بالضبط، في جهاز المناعة، بيساهم في الاستجابة المناعية. طيب لما اجي اتكلم عن مثال اخر اللي هو على كل انواع الخلايا، مستقبل البروتيني لبعض انواع الهرمونات، هذا درس انت ماخذه في الاول ثانوي في اي مجال؟ بالضبط، مجال الهرمونات. كيف ممكن انه الخلية تستقبل مجموعة الهرمونات وبتبدي تشتغل، اللي هي كانت هرمونات ذائبة في المياه او في المية، والهرمونات اللي ذائبة في الدهون. شوف البروتينات قديش مهمة، شوف الدرس البروتينات قديش مهم وقديش بتعلق بالاول ثانوي. طيب نبتدي الان على الشرح. احنا هلا خلصنا بعض الوظائف. شو بيقول لك؟ في البداية بيقول لك تمثل البروتينات أكثر من 50% من الكتلة الجافة لمعظم الخلايا. ها أنت بتوقف بتقول لي أستاذ شو معنى كلمة الكتلة الجافة؟ بقول لك هذا في الكتاب الثاني تبع الصف الأول ثانوي حكى لك في آخر فصلين منه عن معنى كلمة الكتلة الجافة. الكتلة الجافة أنت بتجيب الجسم بتعرضه إلى حرارة، كيف التبخير، بيظل منه الجزء الصلب
بتوزن هذا الجزء الصلب بيسموها الكتلة الجافة. تمام؟ طيب نبتدي. إذا البروتينات مهم جدا، مش فقط في الوظائف اللي أنت تعرفت عليها فوق، إنما حتى في المكونات. أنت بتعرف يعني شنو نص الخلية وزنها بروتين؟ يعني كل الشغل واقف عليها. طيب أعطيني مثال آخر على الوظائف غير الرسمات الموجودة فوق. مثالك هي تمنح الغضاريف المرونة والقوة. طب مين هو هذا اللي بيمنح؟ اليافي الكولاجين اللي هو جزء من مكونات البروتينات، نوع من هالأنواع اللي احنا بدنا ندرسها. طيب هان احنا راح ناخذ جزء جدا مهم وحساس واستراتيجي، راح ناخذه ان شاء الله في الدرس القادم من دروسنا، اللي بده يكون عن البروتينات السكرية. شو مثالها التطبيقي؟ طب ليش احنا بنتحدث عن البروتين سكري؟ لانه انت بدك تربط هلا الفيديو هذا مع الفيديو اللي قبله اللي هي سكريات. ايوه قاعد كيف؟ فاذا انت انهيت في خلال هذا الفيديو شو هي المواصفات العامة للبروتينات؟ شو هي مكونات البروتينات؟ وهذه كانت في الصفحة رقم 14 من الكتاب. شو عندك عدد الأحماض الأمينية؟ شو هو التصنيف تبع الأحماض الأمينية سواء كان بالاعتماد على المجموعة الجانبية المحبة والكارهة، أو اعتمادا على مكان التصنيع إن كان جوات الجسم ولا الجسم يضطر أنه بيتناولها مشان يستفيد منها. وآخر إشي أخذته أنت في صفحة رقم 15 ودخلت على جزء من صفحة رقم 16، الوظائف الخاصة بالبروتينات. اتذكر انك تعيد الفيديو وتلتزم بكل ما موجود في الفيديو. انصحك تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتتراسل مع الاستاذ ياسر احمد العلي باستخدام الواتساب على الرقم 0788 123290. يعطيكم العافية.